صور على الجدران، هذا كل ما تبقى للحاجة دولة الصبري من أولادها الذين ذهبوا إلى جبهة القتال ولم يعودوا. 5 مقاتلين أشقاء شاركوا في معركة تخليص تعز من الميليشيات رحلوا جميعا، وكل يوم تحاول الأم التعايش مع ما تبقى من ذكرياتهم. كان معي 10، يزعوا منهم 4 وابن مني الخامس وابن الثاني السادس. رياض وموسى وكمال ومرتضى وطه، قائمة طويلة من الأسماء تفاخر بها الأم وهي تمضي في العقد السادس من عمرها، فشجاعة أبنائها دفعت بهم للقتال في أكثر من جبهة للدفاع عن المدينة. أول استشهد طه، وبعده استشهد رياض بجبهة ثعبات، بعده كمال بالجحملية، وبعده موسى بالتشريفات، وأنوار عند المركز الثقافي، والخامس قاتلوا شظايا. أخوان الشهداء لم يعتدوا أحد، الحوطهم اللي اعتدونا، دمروا بيوتنا، شردونا من بيوتنا وشردوا أسرهم وأولادهم، الآن مشردين ببيوت الناس، هدموا البيوت، أحرقوا أثاثهم. تاريخ نضال طويل تتمتع به الحاجة دولة، حيث يتحدث عنها الجميع مسترجعين مسيرتها الحافلة ضد نظام المخلوع صالح وميليشيات الحوثي الانقلابية بالدفاع عن الدولة والجمهورية، وليس لوحدها ولكن بأولادها الخمسة. تاريخ مشرق يستحق الوقوف عنده من مساهماتها ضمن مسيرات نساء تعز قبل 6 سنوات حتى هذه اللحظات من زمن الحرب التي مست قلبها فاختطفت 5 من أبنائها. الأمهات تعلم أن الحرب لا يعود منها إلا الجبناء، أما المقاتلون يذهبون ولا يعودون، وهذه حكاية الأم دولة الصبري وأولادها الذين شاركوا خلال 3 سنوات من القتال في حرب الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع على تعز ليرحلوا وتبقى تضحياتهم خالدة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.